بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات. المشكلة الكبيرة إن بعض مرتزقة الإمارات ومراكيب الإمارات واللي بيطبلوا الإمارات يبتدوا يتكلموا هنشوف الناس هتقول إيه، ودايماً يضعوها يعني في قالب إن ده يعني ده دليل على إن الإمارات لا تعمل ضد مصر. مشكلة كبيرة جدا، يعني سذاجة في العقول، بيستخفوا بعقول الناس، بيضحكوا على الناس، بيدلسوا، بيكذبوا. ايه علاقة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات بأن الإمارات لا تعمل في ملفات ضد مصر، وقد تتفق في ملفات مع مصر؟ لكن للأسف الشديد الناس دول دايما وأبدا يحسنوا وجه الإمارات، ودايما وأبدا هيموتوا ويثبتوا في حاجه اسمها تحالف رباعي. وانا دلوقتي هذكر لكم بالدليل القاطع ان مفيش حاجه ده، يعني مفيش حاجه اسمها تحالف رباعي اصلا. يعني هناك توافقات في بعض الملفات، وفي هناك اختلافات في بعض الملفات، بل خلافات، مش اختلاف، لا خلاف. انت فاهم ازاي؟ ومحمد بن زايد يزور مصر، شوفوا لو في بقى حاجه زي كده كان ايه اللي هيخلي محمد بن زايد يزور مصر؟ طيب يا سيدي، ما هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بيزور فرنسا، يعني فرنسا دولة شقيقة، أو بتاع فرنسا بيجي عندنا، يعني بقى الدولة شقيقة، يعني معنى كده مفيش خلافات. يا أخي أنت وهو بلاش يعني حللوا سياسة، اتكلموا في سياسة، بلاش تضحكوا على عقول الناس وعمالين يعني البروباجندا اللي بتعملوها دايما أبدا في كل زيارة لمحمد بن زايد، ولما الرئيس السيسي يروح هناك يبقى ده دليل على أن قوة العلاقات وإلى آخر هذا الكلام. احنا نتمنى ان تكون في علاقات قويه، نتمنى ان الامارات ترجع عن غيها وضلالها وتبطل تامر على العرب. احنا نتمنى ذلك، وانتم مفكرين ان احنا بنتمنى ده؟ احنا كنا بندافع عن الامارات وبنقول دوله الامارات ندافع عنها ونحميها والى اخر هذا الكلام. ما علينا، هم دول كلهم معروفين يعني بياكلوا عيش، دي شغلتهم يعني عموما، يعني بياكلوا منها عيش. انا عايز بس اتكلم في نقطه مهمه جدا جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي راح الامارات ليه؟ بعض الناس طلع وقال اللي هو عواضين، واخد بالك، المرتزق، قال لك ايه؟ والله ده الرئيس عبد الفتاح السيسي راح الامارات عشان خاطر يعرض على الامارات المساعده بعد قصف الحوثي، مع ان الامارات مش محتاجه مساعده من حد. شوف الكلام ماشي ازاي. طيب لما الامارات مش محتاجه مساعده من حد، الامارات هرولت تجاه امريكا واسرائيل عشان يحموها، وطلبت رسميا من امريكا الحمايه. انت جاي تقول النهارده مش معاها، مش محتاجه حمايه عشان امريكا تحميها، ماشي، بس لازم تكمل الجمله تقول الامارات مش محتاجه حمايه من مصر لان في امريكا بتحميها وطلبت من امريكا الحمايه، وقومت الدنيا كلها، الجامعه العربيه والامم المتحده وادانات، وعايزين يصنفوا الحوثي جماعه ارهابيه، وعملت الجولات الدبلوماسية في العالم كله عشان قصفت. يرتعدون، مرعوبين، عايشين على بركان من الخوف والرعب. جاي تقول لي النهارده راح يعرض عليه، يعرض عليه ايه؟ يدافع عن الامارات، يعني يقول لك يعرض عليه ان هو يساعده عسكريا. طيب ده يعني انا مش عارف، يعني هل دي معلومه استاذ عوض، ولا دي افتكاسه من عندك، ولا ده تمني، ولا ده توهم؟ مش عارف. يعني انت لما تقول رايح يعرض عليه يبقى انت المفروض عندك معلومه او تحليل مثلا. طيب ماشي، انا اعتبرها كده ونعديها. الحاجه الثانيه بيقول لك ايه، لو هو رايح في زياره خاطف يعني سريعه وراجع، كان ممكن ايه يتصل عليه تليفونيا، يبقى اكيد رايح في حاجه مهمه. وانا بقول لك تحليل بقى مش معلومه، تحليل، ان زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالضبط انا بربطها بزياره محمد بن سلمان لدول الخليج، علشان يعني يعمل عمليه مراجعات لهذه الدويلات حتى يعني تخف من سياساتها الرعناء في المنطقه، واني عايز يفهمهم ان انتوا مش بمنأى عن الخطر، واذا كنتوا انتوا بتروحوا مثلا تتواطؤوا مع تركيا وتتواطؤوا مع ايران، وده معناه انكم انتم مش هيصيبكم الضرر، لا، بدليل التجاره الكبيره جدا بين الامارات وما بين ايران وذهابها لسوريا، وعلى فكره فتحوا سفاره بالامس او اول امس على ما اذكر، واخد بالك. وبرغم ذلك ايران تامر الحوثيين
ان هم يضربوكم وان هم يقصفوكم ويهددوا امنكم واستقراركم، وانتوا كلكم على بعضكم كده في الامارات، مجرد بس ضربتين ثلاثة أربعة ورا بعض خلاص مفيش، الامارات اقتصادها ده هيهبط وكل الشركات هتهرب من هناك. انتوا عايشين على كومة قش، بلدكم من زجاج، بلدكم من زجاج، واخد بالك ازاي؟ الامر الاخر فيه كمان تهديدات من الحوثي على الامارات، والله نحن لا نرغب في ذلك ولا نريد ذلك، لكن ده المفترض يكون درس للامارات ان هي ترجع عن سياساتها. وانا بقى يعني تحليلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رايح يتكلم مع الامارات في حاجتين. اول حاجه سياسات الامارات في اثيوبيا، وان الامارات كانت سبب رئيسي، واخد بالك ازاي، في يعني انتصار او رجوع ابي احمد للحكم مره اخرى، ان هو يرجع اقليم التجري لمواقعه الاصليه ويبدا ابي احمد يتنفس وهو بيبني في سد النهضه علشان يملى الملء الثالث. فالدعم الاماراتي من الطائرات الدرونز والمساعدات اللي بتدعمها الامارات لاثيوبيا، اعتقد ان دي اخر رساله من الرئيس السيسي، وبيقول له انا جيت اهو بنفسي، لان يعني الكلام ده ما ينفعش في التليفونات لان ممكن التليفونات تراقب والكلام ده كله، فانا جيت اهو بنفسي علشان ده اخر، يعني مش هقول تحذير، لكن دي اخر مراجعه هعملها معاك بخصوص سياستك في 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 اثيوبيا ودعمك لابي احمد اللامتناهي والدعم المطلق لابي احمد. ده تحليلي لزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان ليه مناقشه معاه ان انت مش هتبقى بمنأى عن اي خطر يصيب الامن القومي العربي بتحالفاتك اللي انت بتعملها مع تركيا وانقاذ الليره التركيه وانقاذ تركيا اقتصاد تركيا، اللي انت بتعمله ده مش في صالحنا، والكلام هيبقى زي النظام مراجعات عتاب انك ترجع عن كده، او يوضح له الرؤيه المصريه في مساله سد النهضه. احنا مش عايزين اتفاق، احنا السد ده لازم ما يبقاش، او لو بقي السد يبقى 12 مليار متر مكعب، اكتر من كده 74 دي مستحيله، انت فاهم ازاي؟ فدي بعض الامور والملفات التي تناقش. هناك ايضا ملف اخر هو رجوع سوريا للجامعه العربيه، واللي انتم ما تعرفوش عشان بس ابين لكم واعطيكم الدليل، اللي هو ان ما فيش اصلا حاجه اسمها حلف رباعي ولا تحالف. احنا نتمنى يكون فيه توحيد الرؤى العربيه كامله بين جميع الدول، احنا نتمنى ذلك. مش معنى كلامنا ان احنا بنقول احنا ضد ده، لا، احنا بنقول الحقيقه عشان المشاهد ما يبقاش مغير، عشان ما تبقاش الامارات تنخر في عظم مصر وتعطيش 100 مليون وتساعد عدونا اللدود ابي احمد، وتيجي انت تقول ده دول اخواننا واشقان. لا، لازم نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. حكومتنا فاهمه والقياده فاهمه كل حاجه، لكن لازم يبقى في وعي شعبي، وعي مجتمعي عند الناس، عشان ما حدش يضحك على انك انتوا شغالين تغيبوا وعي الناس. مساله رجوع سوريا للجامعه العربيه، عشان اقول لكم ده نقاش من ضمن النقاشات بعد زياره رئيس الجزائر لمصر. اولا مصر والجزائر والامارات والعراق يؤيدون رجوع سوريا الى الجامعه العربيه مره اخرى. عندك السعوديه وقطر يرفضون رجوع ضد يعني رجوع سوريا لجامعه الدول العربيه. طيب فين التحالف بقى؟ مش التحالف السعوديه ومصر والامارات والبحرين؟ طيب الامارات فتحت سفاره في سوريا ضد السعوديه خالص. السعوديه لغايه الان وعبد الله المعلمي في الامم المتحده تكلم وقال لا تصدقوهم وهاجم النظام السوري. خلاص؟ قطر وجهه نظرها من وجهه نظر السعوديه ان النظام او اقصد سوريا ما ترجعش، لان اصلا النظام الحالي في سوريا هو النظام الشرعي، الحاكم الشرعي معروف ومعترف به عالميا يعني. خلاص؟ السعوديه وقطر وجهه نظرهم واحده، يبقى نقدر نقول بقى ان السعوديه في حلف مع قطر؟ طيب مصر والامارات والعراق والجزائر يؤيدون رجوع سوريا للجامعه العربيه. طيب ده اسمه ايه؟ ما هي الامارات ومصر هم متفقين في ملف سوريا، لكن مختلفين مع السعوديه، السعوديه مختلفه معاهم في وجهه النظر، وقطر مختلفه، بل هي تؤيد وجهه نظر السعوديه، او هي وجهه نظرها مع السعوديه. أو زي السعودية مش مع يعني زيها، يرفضون عودة النظام أو يرفضون عودة سوريا للجامعة العربية. قصة الجامعة العربية ده أنا أتكلم فيها بعدين، وبأتكلم في وجهة نظر كل واحد، في وجهة نظر كل واحد. أنا عملت حلقة قبل كده على الموضوع ده لما راح
وزير الخارجية الإماراتي لما راح سوريا. أنا أعتقد أنه هو هيناقش كمان مع الإمارات ذهاب الإمارات لتركيا وإنقاذ أو محاولة إنقاذ نظام الاقتصاد التركي، وكمان مناقشة الملف الليبي، لأن تركيا دلوقتي الإمارات متحالفة مع تركيا. أعتقد ذلك إن تركيا متحالفة مع الإمارات في ليبيا، فبرضه دي هيناقش معاها هذا الملف وملفات أخرى. تتكلم سياسة، تتكلم، مش تتكلم سياسة، بلاش تضحك على الناس، بلاش كل زيارة من هنا ولا من هناك ولا تصريح ولا دعم ولا تندي، مثلا مصر تندد مثلا بالحوثي. طب ما كل الناس تندد بالضرب الحوثي، ايه حد قال حاجة؟ كنت لازم تتحط لها في صالح حاجة معينة في قالب معين ما تخرجش عنه، وتسخر كل اللي بيحصل على أن العلاقات وطيدة و100% ومفيش أي خلاف بين مصر والإمارات. هذا كلام غلط، الواقع يقول كده، وإلا فسر لي النهاردة اختلاف وجهات النظر بالنسبة لعودة سوريا للجامعة العربية، السعودية وقطر في جانب، ومصر والإمارات والعراق والجزائر في جانب آخر. قول لي بقى، ومصر والإمارات والسعودية أنتوا بتقولوا إنهم حلف رباعي، مفيش حاجة اسمها حلف رباعي. نتمنى إن يكون في حلف رباعي يكون مصر والسعودية، نتمنى يكون في اتحاد عربي، لكن ده مش موجود. فما تعملش بروباجندا إعلامية وتضحك على الناس، وكل ما يحصل زيارة يحصل تصريح يحصل كذا يحصل إشادة دبلوماسية. يعني أنت عايز بس يشتم الإمارات يعني عشان تقول خلاص كده، زي واحد حيوان طالع، حيوان وعامل نفسه شيخ وهو أكبر مدلس، أقسم بالله أكبر مدلس وأكبر طبال، حتى ما يقولش رأيه في البيت الإبراهيمي الماسوني، حتى الحاجات الدينية مع إننا عايزين يقول رأيه، لا لم يقدرش، منافق. حلال حلال يا ولدي كده، سبحان الله، يطلع يقول لك لما الرئيس السيسي يطلع يتكلم على الامارات، ولا هو ما كانش يتكلم على تركيا، ده قطر ما جابش سيرتها مره واحده غير مره تلميحا، وكان بيقول لهم تقدروا تاكلوا 100 مليون وكده بس. فمعنى كده شوف شوف بيضحك على الناس ازاي، وبيمرر التدليس والكذب بتاعه والتطبيل بتاعه ازاي على الناس. احنا مش ضد تحالف عربي، احنا مش ضد ان الامه العربيه تبقى واحده، لكن احنا ضد ان دوله زي الامارات تتامر على مصر وعايز تعطش 100 مليون وتساعد ابي احمد في اثيوبيا. زي واحد من ضمن الناس دول يقول لي ايه؟ يقول لي انت ده تنسيق ما بين مصر والامارات على ان يعني دعم ابي احمد ده، مصر منسقه مع الامارات كده. طب ليه؟ ايه السبب؟ قال لك لان عشان خاطر مصر تلاقي حد تتفاوض معاه، لان لو ابي احمد مشي مصر مش هتلاقي حد تتفاوض معاه. يا سلام، هو اصلا هذا الانسان، انا قلت له انت ما تعرفش اصلا يعني عقيده الشعب المصري، وما تعرفش ثقافه الشعب المصري. الشعب المصري لا يريد، ولا القياده المصريه لا تريد تفاوض، وانما مساله التفاوض، واحنا عايزين تفاوض. وبالمناسبه الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب مفاوضات مع اثيوبيا، واخد بالك؟ هذا كله من الباب يعني ايه، زي ما بيقولوا يعني عملت اللي عليا، فاهم ازاي؟ اقامه الحجه على اثيوبيا، هذا فقط يعني، لان احنا عارفين ومتاكدين والقياده متاكده ان مش هيتفقوا معانا، لان اتفاقياتهم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، قلنا ان اتفاقهم معانا عايزين يقسموا المياه من جديد، وده ممنوع. قطره مياه واحده من مصر هذا امر مرفوض ولا نفاوض عليه. نحن لا نفاوض على حياه المصريين، نحن لا نفاوض على عطش المصريين. انا عايزكم تفهموا كده، لكن على الاقل انا اقول لو ان كلامك ده صحيح، وان ده تنسيق ما بين الامارات ومصر ان هم يعني ينصروا يا احمد، طب ليه مصر ما نصرتش يا احمد نفسها؟ ما ينفعش يعني بعتت الامارات. طيب الحاجه الثانيه، يعني هو عايز يقول لنا ان الامارات دعمها لابي احمد لمصلحه مصر، طيب دعم تركيا لابي احمد لمصلحه مصر؟ دعم امريكا لابي احمد، واخد بالك ازاي؟ لمصلحه مصر. انت بتتكلم يعني ايران، طيب برضه نفس الحكايه في اثيوبيا برضه لمصلحه مصر. كلام يعني بيغيبوا وعي الناس. فلو انت بتقول، على فكره لو الكلام ده صح، وهذا غير صحيح، انا افترض جدلا يعني في الحوار، لو ان مصر قياده تدعم ابي احمد مع الامارات، يبقى انت كده بتتهم القياده المصريه بالخيانه، بتخون مصر انت. طبعا هو الامارات اللي بيتكلم، يعني هذا كذاب اشر، يبرر كل مصيبه بتعملها الامارات، وده غير صحيح.
فهناك ملفات كتير زي الطرق اللي بتأثر على دخل قناة السويس، كل دي ملفات تختلف فيها مع الإمارات. يجي واحد يقول له والله مصالح دول، يعني هي مصالح الدول لا تكون إلا بضرر دول أخرى على حساب ضرر الدول الأخرى، قلنا الكلام ده 100 مرة. وأنا عايز حد يفسر لي السعودية ضد النظام اللي السوري والإمارات مع النظام السوري وفتحت سفارة هناك، هتقول لي ده برضه تنسيق. طب لما يجي اجتماع جامعات الدول العربية والتصويت، السعودية هتصوت ضد ومصر هتصوت مع والإمارات هتصوت مع وقطر هتصوت ضد، وأنا هفرد حلقة لمسألة الجماعة العربية وهتكلم عن وجهة نظر كل الدول اللي هي بتأيد وبتعارض انضمام أو رجوع سوريا للجامعة العربية، عشان نوضح الرؤية ونقول لكم إيه وجهات النظر، وفي الآخر نعطي رأينا يعني مبني على حقائق ومبني على وجهة نظر شخصية كمتابع للشأن العربي. هذا فقط يعني. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات ما هي إلا مناقشة بعض ملفات التي نختلف فيها مع الإمارات، ستكون يعني بمثابة يعني إيضاح الأمور للإمارات وإيضاح النقاط اللي الإمارات بتمشي فيها وده غلط، هذه من باب المراجعة. هذا هو أنا ده تحليلي، مش رايح يعرض عليه المساعدات العسكرية والمساعدات البدنجانية والكلام الفارغ اللي بيقولوه. المساعدات العسكرية مش محتاجة ان هو يروح عشان يعرض عليه، ايه واخد معاه طيارتين ولا دبابتين ويقول له والله انا جايب لك حتتين سلاح معايا لو انت عايزهم، والوضع عوض طالع يقول لك مع انهم مش محتاجين مساعدة، يعني مع انهم محتاجين مساعدة. شوف حتى بيقلل من شأن مصر، ويعني ايه يعني كأنه بيقول للرئيس عبد الفتاح مش محتاجين مساعدتك، الامارات مش محتاجة مساعدة، هو مصري يقول له لا مش محتاجين مساعدة، حتى لو تعرض المساعدة مش محتاجين. طب ما تقول انه مش محتاجين مساعدة مصر عشان هم محميين محمية اجنبية، الامارات محمية اجنبية لا تستطيع تحمي نفسها. انا لا اريد ان يعني استرسل في هذا الكلام، لكن حبيت اوضح وجهة نظري في هذه المسألة وتحليلي، والكلام اللي بيقولوه المتخلفين اللي هم بس دايما وابدا بيناموا صبح وليل، يعني واخد بالك يعني زي الدواء كده، الصبح والظهر وبالليل ثلاث مرات يوميا، تحالف رباعي تحالف رباعي تحالف رباعي تحالف رباعي، والامارات حبيبه، الامارات صديقه، الامارات مش عارف ايه. يا عمي فوق شويه، انت ايه؟ اصحى من النوم اللي انت نايم فيه، ما تنامش الناس جنبك، ما تضحكش على الناس. انت تعمل بالقرشين مطبلاتي مرتزق، اكلك حرام، كل الفلوس اللي تاخدها ده حرام عشان تجمع مشاهدات وبتاع، لانك انت لا تستطيع ان تنتقد الامارات، لا تستطيع، مش عشان الامارات كويسه، لا لا لا، عشان انت ما تقدرش، عشان انت بقك مليان، انت مرتزق، انت حاطين في بقك جزمه كلكم، شيخ حسونه والواد عوضين كلهم في بقهم جزم، ولا الواد العجل غزغز، ها كل دول كلهم في بقهم جزم ومركوبين، والامارات ركباهم ومدلدله رجليها، هذا هو فقط يعني. فانت بتخاف على المشاهدات يعني بتخاف على ان الفلوس اللي بيجي لك كل شهر والعيد جاي والالفونات والكلام ده كله، بس انت ايدك نكسه، ايدك ملوثه، انت وقعت في الفخ، انت ما تقدرش، لو طلعت كده هيفضحوك. الله اعلم يستطيعوا ان هم يطلعوا من المستنقع اللي نزلوا فيه وورطوا نفسهم فيه بسبب الفلوس. الا لعنه الله على الظالمين، الانسان كرامته بالدنيا كلها والله العظيم لا تباع ولا تشترى ولا تعادل بمال الدنيا. الإنسان إذا فقد كرامته فقد نفسه، طالما الإنسان فقد نفسه هيبقى أصلا إنسان بلا هوية وبلا مبدأ وبلا أصل، بس كله يرجع للتربية. في ناس تربي التربية واطية، أصلا ما تربتش، تربي التربية واطية، تربت على الارتزاق والخسة والندالة والتآمر حتى على بلدها والطعن حتى على بلدها، يعني في مقابل اللي بيديله فلوس. فعلا سمعتكم بقت زي الوحل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديكم ويهدينا إلى سبيل الرشاد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.